بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع من السودان، يقول ميم عين ميم، يسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: إذا دخلت الحمام وفي جيبي المصحف أو كتيب فيه سورة من القرآن الكريم، سواء كنت ناسيا أو غير ناس، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره دخول موضع قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل، لأن ذلك يعرضه للإهانة. فالواجب على المسلم إذا كان معه مصحف أو معه شيء من ذكر الله عز وجل أن يجعله في مكان، ثم يدخل لقضاء حاجته، ثم يعيد هذا المصحف أو هذا الذكر إلى موضعه معه، من أجل أن يبعد ذكر الله عن دخول الحمام. إلا إذا خاف على هذا الشيء أن يسرق أو أن يضيع، فلا بأس أن يلفه معه في داخل جيبه أو داخل ثيابه ويدخل به من أجل الضرورة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز تلاوة القرآن الكريم بدون وضوء؟ تجوز تلاوة القرآن الكريم بدون وضوء عن ظهر قلب، إذا كان يتلوه عن ظهر قلب. أما إذا كان سيتلوه بمس المصحف فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصبحت على جنابة وكان البرد شديدا وخفت على نفسي من الاغتسال، فهل يجوز أن أصلي الفجر بالتيمم وأتيمم بالناس أيضا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا إلا إذا كنت في مكان لا تتمكن فيه من تسخين الماء. أما إذا كنت في مكان تتمكن فيه من تسخين الماء أو الحصول على ماء ساخن أو ليس شديد البرودة، فإنه يجب عليك التماس الماء المناسب والاغتسال به من الجنابة، ثم الصلاة بعد ذلك منفردا أو مع الجماعة. أما إذا كنت في مكان لا تتمكن فيه من تسخين الماء، كأن تكون في بر ليس معك نار ولا حولك أحد معه نار تسخن بها الماء، فحينئذ تتيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خرج في سرية وأصابه احتلام ولم يكن معه ما يسخن به الماء والبرد شديد، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم يأمره بالإعادة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسي الإمام سجدة في نهاية الصلاة وسلم ولم ينبهه أحد إلا بعد السلام، هل يسجد جميعا سجود السهو أم يسجد الإمام فقط؟ جزاكم الله خيرا. إن كان المقصود أنه نسي سجدة من سجدات الصلاة، فإنه إن كانت هذه السجدة هي آخر شيء من الركعة الأخيرة، إذا كانت من الركعة الأخيرة التي بعدها التشهد، فإنه يعود ويأتي بالسجدة ويأتي بما بعدها، ثم يسلم من السجدة الثانية والتشهد، ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام أو يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كانت هذه السجدة من ركعة قبل الأخيرة وقد سلم من صلاته، فإنها تكون كترك ركعة كاملة، يقوم ويأتي بركعة كاملة ثم
يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، وبعد السلام أفضل في هذه الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في ذكر الشهادة أو في ذكر لفظ الجلالة داخل دورات المياه أجلكم الله؟ التلفظ بذكر الله داخل دورات المياه مكروه، كما أنه يكره دخولها بشيء فيه ذكر الله، فلا يذكر الله داخل دورات المياه ومحلات قضاء الحاجة، ولا يقرأ القرآن فيها لأنها أمكنة غير مناسبة، وذكر الله أو القرآن يجل ويعظم عن هذه الأماكن. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في الهواجس والخواطر التي تخطر بالبال أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ هذه على الإنسان أن يعالجها وأن يحضر قلبه في صلاته ويترك هذه الهواجس، أما إن استمر معها ولم يعالجها فإنه لا يكتب له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، وقد لا يكتب له منها شيء، لكنه لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، لكن في الحقيقة لا يكتب له ثواب، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الأثر، والله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فروح الصلاة ولبها هو الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه الهواجس وهذه الأفكار والانشغال بأمور الدنيا هذا ينافي الخشوع، فهو يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، أو يصلي بجسم حاضر وقلب غائب، فهذا لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وقد لا يكتب له منها شيء، فتكون تعبا عليه بلا فائدة. وهذا مما يؤكد على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية صلاته بعد الاستفتاح وقبل القراءة بحضور قلب، وإذا حصل له هواجس فإنه يصرف قلبه عنها ويحضر قلبه مع الله ويستعين بالله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم سلطان تسأل وتقول: طفلة أصابها مرض الحصبة هي وأمها، وغطتها أمها بالبطانية وكانت البطانية ثقيلة، وعندما كشفت عنها البطانية وجدتها قد توفيت، فهل على أمها إثم؟ إذا كان الحال كما ذكر من أنها غطتها بالبطانية حتى كتمت نفسها واختنقت وماتت بسبب ذلك، فإن أمها تكون متسببة في وفاتها بطرح البطانية عليها، فيكون عليها الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وظاهر سؤالها أنها متسببة لأن الوفاة حصلت بسبب وضع البطانية على وجهها وهي لا تتحمل ذلك. طفلة كانت مريضة فذهبت بها أمها إلى المستشفى، فصرف الطبيب لها الدواء، وعندما أعطتها من الدواء وهي لا تدري أهو لها أم لإخوتها الذين أكبر منها، فزاد مرضها وماتت، فهل على أمها إثم؟ ما دامت أنها لم تعلم في أن هذا الدواء ليس لها وإنما أعطتها بناء على أنه لها، ليس عليها شيء في ذلك. أيضا لم يثبت إنما أن وفاتها بسبب الدواء، قد تكون بسبب المرض. على كل حال فالوالدة تريد الإحسان إليها في علاجها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: صمت يوما وكان قضاء فرض، وأفطرت قبل الأذان ببضع دقائق لأنني سمعت صوتا وظنيت أنه الأذان، فهل صومي صحيح؟ إذا كان هذا الصائم أفطر قبل الأذان بدقائق فإنه يعيد هذا اليوم، لأنه أفطر قبل حلول الإفطار وأفطر قبل غروب الشمس، وكان عليه أن يتأكد وأن لا يستعجل حتى يسمع الأذان أو يرى غروب الشمس، فعنده نوع تفريط وعجلة في هذا الأمر، فإذا تبين له أنه أفطر قبل غروب الشمس بدقائق فإنه يعيد الصيام لأنه لم يكمل اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من اليمن وباعثها المستمع حسن عبده وعبد محمد خير من اليمن كما قلت، يسألون: وقعت لنا قضية نرجو النظر فيها وبيان الحكم الشرعي، وهي أن أحد الإخوة عقد على امرأة
وبعد العقد طلقها قبل أن يدخل بها وعقد لولده عليها وقد دخل بها الابن. وزعم أبو الولد أن الذي عقد له أخ البنت وليس أبوها، علما أن بعض الناس من الحاضرين يقولون عقد له أخوها بوكالة من أبيها، فما حكم هذا الزواج؟ هل يصح أم لا؟ هذه المسألة يرجع فيها إلى المحكمة الشرعية للتحقق من الواقع، ولكن القاعدة التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى أن الأب إذا عقد على المرأة ثم طلقها فإنه لا يحل للابن أن يتزوجها، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والمراد بالنكاح هنا العقد ولو لم يحصل وطن ولا دخول. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة من سائق السيارات حدث له حادث انقلاب وأسفر هذا الحادث عن مقتل شخصين، هل يكفر كفارة واحدة عن الاثنين أم تلزمه كفارتان؟ نرجو التوضيح. إذا كان عليه نسبة من الحادث ولو قليلة أو كان الحادث كله منسوبا إليه التسبب فيه فإنه تلزمه الكفارة عن كل من مات معه كفارة مستقلة، يلزمه كفارتان عن الشخصين اللذين توفي معه، كل كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل تزوج بامرأة وبعد مضي الزواج بمقدار 5 سنين أصابه الجنون، ثم ذهبت زوجته إلى بيت أهلها وهي الآن باقية في عصمته، فهل لها المطالبة بالفسخ أم لا؟ إذا كان استمر معه الجنون وليس لها مصلحة من البقاء في عصمته وتتضرر من البقاء في عصمته فلها أن تتقدم إلى المحكمة الشرعية وتنظر في موضوعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما ذكر قضية مطولة يقول فيها: امرأة يطلقها زوجها 9 طلقات ولكن على مدار 5 سنوات وهو غير ممتلك لأعصابه، والطلقات متفرقات كل سنة أو أشهر مرة واحدة فقط لا غير، وعلى مدار 5 سنوات أصبح مجموع الطلقات 9 وآخر 3 طلقات أصلحها وأعطاها شاة من الغنم، وفي إحدى الطلقات ردها أخوها إلى بيت زوجها وهو غير عارف بأنها مطلقة، هل يلحقه ذنب من ذلك؟ والزوجة الآن في بيت أهلها وزوجها أيضا يريد أن يستردها ولكن أهلها لم يرضوا بذلك ويسألون عن هذا الأمر ويريدون أن يتأكدوا منكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى: فإن طلقها، يعني المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا استوفى الزوج 3 طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى لا تحل له، وليس له عليها رجعة لا في عقد ولا في غيره حتى تنكح زوجا غيره زواج رغبة ويطلقها باختياره، فحينئذ له أن يخطبها وأن يعقد عليها. وما ذكر في هذا السؤال فإنه يدل على التلاعب وعدم المبالاة، فإذا كان طلقها هذه الطلقات الكثيرة 9 كما يقول السائل يكفي منها 3 وتكون باينة بينونة كبرى، وليس له أن يراجعها ولا أن يعقد عليها بعقد جديد، لأنها لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع كما قال الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال هذه القضية تراجع فيها المحكمة الشرعية للنظر فيها والتحقيق فيها. نعم. أيضا يقول: رجل تزوج من ابنة عمه، وابنة عمه هذه راضعة مع ابن أخيه، فهي وابن أخيه إخوة من الرضاعة، فهل هذا الزواج صحيح وما هو الحل، علما بأن الزوجة لديها طفلة وولدان؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت
رضعت من زوجة أخيه 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنها تكون ابنة لأخيه من الرضاعة، ويكون هو عما لها فلا تحل له. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمعت عن رفع بناء المقابر على الأرض، فإلى أي حد يسمح بذلك جزاكم الله خيرا، ولا سيما أن كثيرا من أهل منطقتنا لا يعرفون هذا الأمر؟ صاحب هذا السؤال هو مجدي الرميحي من الكويت. البناء على القبور لا يجوز، وإنما القبور تدفن بترابها وتسوى بالأرض، ترفع عن الأرض قدر شبر مسنما ليعرف أنها قبور، وأما البناء فلا يجوز أن يبنى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأمر بتسويتها، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي صحيح مسلم قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، يعني هدمته وسويته بالأرض، وذلك لأن البناء على القبور سبب لحصول الافتتان بها ووسيلة من وسائل الشرك، والشرع قد جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك أو إلى المحرمات أو إلى المحاذير. أما إن كان قصد السائل أن القبور تبنى لداخل الأرض من أجل أنها لا تتماسك التربة، فيبنون جوانب القبر ويضع الميت فيه ثم يسدونه عليه ثم يدفنونه بتراب، هذا لا بأس به للحاجة، وهذا ليس بناء يرى ظاهرا على وجه الأرض، وإنما هو بناء في داخل الأرض. في هذه الحالة لا بأس أن يبنى جوانب القبر إذا كان في أرض لا تتماسك أو أرض رملية ولا يوجد أرض صالحة لدفن الأموات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنهم في منطقتها يبنون غرف ثم يدخلون بها الموتى، وبعد أن تبلى أجسامهم تؤخذ مرة أخرى وتدفن جميعها في مكان واحد، فما حكم ما يفعلون؟ السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه يحفر للأموات في الأرض ويوضع فيها لحود في جانبها القبلي أو في وسط القبر، ثم يوضع فيها الميت ويسد عليه باللبنات ثم يدفن بترابه، هذا هو السنة. أما بناء غرف وضع الأموات فيها إلى أن يصيروا عظاما ثم يجمعون عظامهم وينقلونها، هذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الأمر لحاجة، بأن لا يوجد في البلد أو حوالي البلد لا يوجد أراضي يدفن فيها الأموات، فلا بأس أن تعمل هذه الغرف، ولكن يرفق بعظام الأموات ولا تكسر ويعتنى بها. أما إذا كان هذا يعمل من غير حاجة وعندكم أراضي صالحة للحفر فيها والدفن، فإن المتعين أن يعمل في القبور ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله في قبور المدينة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرشدوني إلى أحسن طريقة لاستثمار أموالي وفقكم الله لكل خير. الاستثمار المباح كثير، وللأنواع الاستثمار المباحة كثيرة ولله الحمد، البيع والشراء والتأجير، شراء أو بناء العمارات أو الدكاكين للتأجير أو المساكن، كل هذا من الاستثمار الطيب، والزراعة وغرس الأشجار، كل هذا من الاستثمار المباح والكسب الطيب إذا كان يصاحبه الصدق وعدم الغش. وكذلك لو دفعت المال إلى ثقة أمين يتاجر به ويبيع ويشتري، وما حصل من الربح يكون بينك وبينه على ما تشترطان، هذه هي المضاربة الشرعية. كذلك إنشاء الشركات الإنتاجية كشركات المصانع، مصانع الإسمنت أو مصانع الحديد أو مصانع الورق أو المطابع أو غير ذلك، كل هذا من الاستثمار الطيب المباح ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أصلي لله ركعات بالليل أقرأ فيها القرآن الكريم من المصحف وأنا أمسكه بيدي وواقف، فهل في هذا خطأ؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا تحفظ القرآن واحتجت إلى القراءة من المصحف في صلاة الليل والتهجد فلا بأس بذلك لأجل الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
أم مستمعة تقول أختكم في الله عين ميم عين تسأل وتقول: ما حكم تزيين اليد بالحنة بحيث يكون على شكل وردة أو غير ذلك، أو أن تحني المرأة نصف كفها فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، استعمال الحنة للنساء والخضاب جائز للنساء لحاجتهن إلى ذلك، ولكن تعمل ما جرت العادة بعمله في نساء البلد المعتاد، وأيضا لا تظهر هذا الخضاب للرجال الذين يفتتنون به، وإنما تغطي يديها عند الخروج أو عند حضورها مكانا فيه رجال، إنها تحتجب وتستر نفسها وكفيها ابتعادا عن الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. المستمعين الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعين الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.